سهلا مشاهدينا، لسه متواصلين ومتجولين في مدينة كسلة. كسل الجمال، كسل الفن، كسل الثقافة والرياضة وكل ضروب الإبداع يعني تخرج مدينة كسلة. فمشاهدينا، واحد من المنتديات اللي لها دور كبير جدا في إصهار المبدعين في مدينة كسلة، منتدى الفياض الثقافي. منتدى الفياض مشاهدينا منتدى جديد، نشأته كانت بمدينة الخرطوم، لكن لتعطش كسلة للفن تم نقله لمدينة كسلة بواسطة الأستاذ فياض الريح بلال، وهو ثقافي وزول اجتماعي والرئيس التنفيذي لمنتدى الفياض. أستاذ الفياض، مساء الخير عليك، ازيك؟ مساء النور أستاذ شيماء، وكل سنة وانتم طيبين، وعيد مبارك لكل مشاهدي قناة الهلال. كل عام وانت بخير أستاذ فياض، وكل أهل كسلة بألف خير. وانت بألف خير. طيب أستاذ الفياض، منتدى الفياض واحد من المنتديات كانت بالخرطوم، نتكلم عن تأسيس المنتدى وبدايته وفكرة المنتدى. طيب، هو يتأسس قبل 3 سنين في منطقة بر اللامات تحديدا، وهو كان امتداد لمنتدى بر الثقافي في منطقة بر الدرايسة، اللي هو كان منتدى شامل في منطقة البراري، وهو ده امتداد له، واضطرينا عملناه منفصل باسم منتدى الفياض الثقافي. تأسيسه كان 200 تقريبا في عام 2019. جميل. طيب، نغلى المنتدى لمدينة كسلة، ليه كسلة بالتحديد؟ الصدفة لعبت دورة، يعني بحكم الوظيفة العملية تم نقلي من الخرطوم لولاية كسلة. ومن حسن الحظ انه ولاية كسلة هي واحدة من الولايات اللي هي من الولايات المشهورة بالثقافة وبالفن وبوجود كل المبدعين في بلادي، في ولاية كسلة. كل الشعراء من كسلة، اسحاق الحلنجي، استاذ اسحاق الحلنجي، الشاعر كجراي، والفنانين ابراهيم حسين، التاج مكي، كمال ترباس، كمال كيلا، كل روض الحاج. حاليا احنا بنحيي كل مبدعي بلادي، بالتحديد مبدعي مدينة كسل الوريفة. طيب أستاذ الفياض، تكريم المنتدى للمبدعين ودور المنتدى في تكريمه للمبدعين. واحد من أدوار المنتديات الثقافية في اللي بتقدمها للمجتمعات هي تكريم المبدعين في بلادي، وتحديدا هسه في مخطط إن شاء الله حيكون يوم 17/7 إن شاء الله بحدائق المورينجا في كسلة، حيكون عندنا تكريم للغامة الحاج سرور والفنان كسل الأول محمد مطر، ومن بعده حيكون في تكريم لأستاذ الشاعر إسحاق الحلنجي إن شاء الله. فدي واحدة من الأدوار اللي بتقوم بها المنتديات الثقافية في الولايات أو في السودان، لدعم المبدعين ولرفض السودان بمبدعين من الفنانين أو الشعراء أو الأدباء. طيب أستاذ الفياض، نقل المنتدى بالشكل ده من مدينة الخرطوم لكسلة، عائق المسافات والصعوبات اللي ممكن تواجهكم في نقل المنتدى؟ بالتأكيد حتلاقيك مشكلات كثيرة. بالنسبة لي أنا كضيف على ولاية كسلة، بحتاج للكثير. أول حاجة بحتاج للاندماج في المجتمع، وبحتاج للعلاقات، إنه أوفر علاقات لأن أنا أقدر أقدم المنتدى هنا بشكل يكون يليق بولاية كسلة ويليق بإنسان كسلة وبمواطن كسلة. فالمشاكل اللي حتواجهك هي طبعا بالتأكيد في بدايتها حتكون المشاكل المادية. بالنسبة للشركات الراعية، حتحتاج لشركات راعية أو حتحتاج لدعم مادي بالتأكيد. فإن شاء الله بمجهود بسيط وبعلاقاتنا إن شاء الله، وفي كثير أنا من أهل كسلة دعموني دعم معنوي، منهم الأستاذ عبد الجليل، ومنهم صاحب حدائق المورينجا الأخ العزيز بندر، دير كلهم قدموا الدعم المعنوي اللي بيخلينا أنا أقدر أبتدي المنتدى هنا في كسلة بأريحية إن شاء الله. تفضل أستاذ فياض. طيب، ده دور المبدعين الموجودين هنا في كسلة وفي دعمهم للمنتدى. الشعراء والفنانين اللي دعموا منتدى الفياض
عشان يقام في مدينة كسرة؟ الحقيقة كثير من الشعراء أنا بدين لهم بالامتنان. منهم الأستاذ الشاعر الكبير تاع ياسر عباس، الشاعر دكتور عبد الله الجنايني، وكثير من الشعراء ديل وقفوا معاي ودعموني وقدموا لي كل الدعم والسند إنه أنا أواصل في المشوار ده، وإن شاء الله ما حنخيب ظنهم وحنقدم الكثير إن شاء الله في ولاية كسلة إن شاء الله. طيب أستاذ الفياض، مدينة كسلة لسه مدينة متحفظة، يعني خلينا نقول ما زي الخرطوم، ما زي السنتر، باعتبار إنه ديك عاصمة ودي ولاية. تفتكر الإقبال للمنتدى حيكون بذات الشكل اللي كان في الخرطوم؟ بالتأكيد في البدايات حتواجهني المشكلة. كسلة في الفترة الأخيرة كان فيها ركود ثقافي وركود فني. المواطن بتاع كسلة بقى في إحجام من المواطن بتاع كسلة لحضور المنتديات، لكن بمسح سريع لولاية كسلة اتضح إنه هم متعطشين، بالعكس هم راغبين في دعم المنتديات بالحضور. لكن وجود المنتديات في كسلة قد يكون ضعيف، أو الناشطين قد يكونوا ما لقوا المداخل أو المخارج لتقديم المنتديات الثقافية أو تقديم أعمال جديدة تليق بالمجتمع تجذب المجتمع. طيب معناها بكده يا أستاذ الفياض أنتم محتاجين لترويج وتسويق للموضوع، كيف حتروجوا للمنتدى في كسلة عشان كل مواطن يعرف عن منتدى الفياض وما يقدم منتدى الفياض؟ يعني السوشيال ميديا مثلا لها دور كبير جدا يعني في الخرطوم في ترويج للمنتديات، بتستقطب كثير جدا من المحبين والمتعطشين للفن زي ما انت ذكرت، فكيف حيكون الترويج لمنتدى الفياض الثقافي؟ خلينا اقول لك بنفس القدر زي ما الخرطوم هي بتعتمد على السوشيال ميديا في الترويج، اكيد في كسلة برضو السوشيال ميديا هتلعب دور كبير في توصيل الدعاية للمنتديات، خصوصا الآن أنا عندي وجود كبير في بعض الجروبات في كسلة، الجروبات الثقافية والجروبات الاجتماعية، بشارك في بعض المنتديات الثقافية زي منتدى بسمات، فبالتأكيد السوشيال ميديا حتساهم معانا إن شاء الله في إيصال معلومة قيام المنتديات ودعوة المواطن في كسلة إنه يحضر معانا إن شاء الله. طيب أستاذ الفياض، كثير من الفنانين والمذيعين كمان ويعني في شتى ضروب الإبداع بتخرجهم أو بيكونوا نتاج لناس ظهروا في منتديات ثقافية، فدور المنتدى في الجانب ده حيقدم شنو لكسلة ولمبدعي كسلة وللشباب اللي هم محتاجين دفعة وزول يقف معاهم عشان ما يقدروا يعني يطلعوا جواهم من إبداع؟ طيب خلينا أقول لك المنتديات دي بحكم تجربتنا في الخرطوم قدمت كثير من الفنانين والشعراء والإعلاميين للمجتمع بتاع الفن والثقافة يعني. وخلينا أقول لك أنا صراحة وجدت في كسلة مجموعة كبيرة جدا جدا من المبدعين، فيها كمية من الشباب المبدع وفيها فنانين يعني أصوات وخامات يعني ممكن أقول لك رهيبة أو قوية، بس ما لقت الإعلام وما لقت الظهور وما لقت الفرصة بتصير بها نفسها، وبالتأكيد إن شاء الله نستطيع من خلال منتدى الفياض تقديم هؤلاء الشباب. وخليني أنا أقول لك برضو معجب بواحد من شباب رغم فترتي القليلة في كسلة، استمتع جدا لواحد من شباب كسلة اسمه محمد جلال، من الأصوات القوية الأصوات الممتعة، الشخص غناي جدا وماشي في طريق كويس جدا، باعتبار انه هو بيغني لغامه كبيره جدا يعني الاستاذ محمد مطر طبعا. نعم. ومعظم الشباب لقيتهم بيغنوا لواد مطر وهم بيتخذوا من السواقي الاجواء الجميله دي، بيتخذوا منها منفذ وبيتغنوا فيها وبيأدوا فيها اداء جميل جدا جدا، لو اتيحت لهم فرصه بسيطه في المنتديات او في الاعلام هم بيكونوا بالتاكيد من مبدعي بلادي. صح. زيهم وزي اي فنان في العاصمه هناك ذاك اللي قال المجال بيظهر به، وده كمان احنا نديه فرصه انه يظهر في العاصمه. اتطرقت يا استاذ الفياض لنقطه الخضره والجمال في كسلة، انا دائما كنت بتساءل ليه اغلبيه المبدعين بيكونوا في كسلة. كسلة جميله جدا، جميله جمال طبيعي، يعني لسه ما دخلت الايادي في انه ممكن يعني جمال الطبيعي، القاش، الجبال، توتيل،
مناظر بديعة جدا بتخليك غصب عنك يعني تطلع الإبداع جواك، تعبر عن إحساسك تجاه الأغنيات مثلا، تجاه الكتابة الشعرية، تجاه حاجات كثيرة. حتى إنسان كسل جميل شديد، يعني إحنا ناس هطوميين، لكن شفنا الحفاوة وشفنا الاستقبال لمشاهدينا وشفنا الجمال والبساطة اللي قابلونا بها أهل كسلة. فدور المناظر الجميلة اللي إحنا شاهدناها دي في عند المبدعين، هي كسلة ربنا حباها بجمال ما طبيعي، وحباها بطبيعة قد تكون في السودان إلا في غربه طبعا. فكسلة فيها الجبال جميلة جدا جدا، عندهم كمية من السواقي الراغية والزهور، بالإضافة لجمال إنسان كسل في نفسه. فده بخلي المستوى بتاع الإبداع عند المبدع بيكون حسه عالي. يعني زي مثلا أستاذنا الملحن عمر الشاعر من كسلة، غناه كله عن الزهور وعن الجمال وعن وعن عن خضرة، ورئيس جمهورية الحب الأستاذ الحلنجي. الطبيعة بتاعت كسلة هي أنشأت الإنسان في 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 وسط الجمال ده، بيخليه يبدع أكثر، بيخليه يعيش في أجواء يعني بتكون نوصفها بأنها رائعة، إنه يبدع يس إنها تكون رائعة، ويقدر يطلع جواه ويقدر يعبر. وباعتبار إنها هي أصلا منطقة صغيرة بيقدر يبدع فيها أكثر. صح، بالتأكيد. طيب أستاذ الفياض، نرجع من جديد للمنتدى، والمنتدى بنطلق يادابه في كسلة، فضربة البداية لازم تكون قوية جدا. هل حيكون في تعامل مع فنانين كبار، فنانين من الخرطوم مثلا، ولا حيكون كل الشغل المنتدى حتى في بدايته من محليا بس يعني؟ طيب، أول حاجة هو تم عمل شراكة ذكية مع حدائق المورينجا بقيادة أخونا بندر، وحتكون هي شراكة إن شاء الله دائما مثمرة بين منتدى الفياض وبين حدائق المورينجا. وإن شاء الله الحفل الأول اللي على الناو إنه يوم 17 ده حيكون فيه ثلاثة من فناني الخرطوم الكبار، من غير ذكر الأسماء. حتكون عندنا ثلاثة فنانين من الخرطوم بالإضافة لفنان من ولاية كسلة إن شاء الله، واللي هم بنعبره حنكرم الأستاذ الحاج سرور إن شاء الله. هل التكريم ده حيكون حيشمل جميع المبدعين، ولا هو حكرا على مبدعين معينين؟ لا، بالتأكيد هي بالتأكيد حتكون سنة حسنة، وإن شاء الله حيكون مهواصل. أي مبدع تحتاج تكرمه، ما حتكرم الشخصيات معينة ده فضلا عن ده. فبالتالي نحتاج نعرف المبدعين كسلة في الأول، بعد ذلك من ثم نبدأ نكرمهم. كسلة بالتأكيد فيها مبدعين كسر، فإن شاء الله حيكون هو ده ديدا إنه نكرم كل المبدعين إن شاء الله في ولاية كسلة وفي ولاية الشرقية إن شاء الله. أخيرا أستاذ الفياض، نتكلم عن المشاريع اللي ممكن يقدمها المنتدى مستقبليا. بالتأكيد المشاريع كثيرة، وهو المنتدى دوره الأساسي إنه يدعم المجتمع فنيا وثقافيا واجتماعيا، وتواجد المنتدى وسط المواطن هو واحد من الرسالة اللي يقدمها المنتدى. وجوده وسط الناس والدعم يكون معنوي وفني، ويكون في اجتماعي وعبر الروابط والكيانات في المجتمع عامة، يعني بيدخل عبرهم وبيقدم مساهماته للمجتمع في التطوير. شكري لك أستاذ الفياض، وربنا إن شاء الله يوفقكم في المنتدى وتخلقوا نوع جديد من المنتديات، وتتعدد المنتديات عشان كل فئة لها متطلباتها اللي بتهمها، فكل شخص يلقى ملاذه ويلقى المكان اللي بيلقى فيه نفسه. بالتأكيد شكرا لك أستاذ الفياض. شكرا لكم أنتم، وكل سنة وأنتم طيبين لجمهور مشاهدي قناة الهلال، وشكرا لكم لحضوركم لولاية كسلة، وكنتم في ضيافتنا يعني خفيفين علينا. شكرا لكم. شكرا. شكرا لكم مشاهدينا أيضا على المتابعة، وكل عام وأنتم بخير. كل عام وكل أهل كسلة، مدينة كسلة بألف خير، ولسه متواصلين بتجوالنا في مدينة كسلة.